ظهرك، غمضي عينيكي وعدي ورايا بالعد التنازلي داخليا. غمضي عينيكي. 10 9 7 6 5 4 3 2 1. ازيك يا عتاب؟ هو حضرتك تعرفني؟ طبعا انا اعرفك كويس جدا. هو حضراتكم مين لمؤاخذة؟ مش مهم تعرفي احنا مين، لانك لو عرفتي هتتأذي. ليه؟ هو حضرتك جني يعني ولا ايه؟ جني؟ بصي يا عتاب، انا هنا اللي بوجه الاسئلة وانت عليكي تجاوبي وبس. مفهوم؟ مفهوم، تحت امر حضرتك. مين وراك يا بت؟ معرفش. بت ما تستعبطيش، مين اللي وراكي؟ والله العظيم انا اول مرة اشوفهم. انت تستهبلي يا بت ولا ايه؟ هتعملي نفسك من بنها؟ انا مش بستهبل حضرتك، انا اصلا من بنها، مركز نقباس، البيت اللي قصاد مكتب مكافحه عفن البطاطس البني. بت ما تخلينيش اعملها معاكي. انت بتشتغلي لحساب مين يا بت؟ اقول لك وامر لله، انا بشتغل لحساب امي. امي؟ لا لا لا، بصي يا عتاب، من الواضح انك هتقعدي معانا شويه. ها انت هتعمل ايه؟ سيبوني سيبوني سيبوني، حرام سيبوني. عتاب عتاب عتاب، في ايه؟ انت اللي في ايه؟ شفتي؟ شفت خير اللهم اجعله خير. هبل في الجبل. خير يا انس عتاب، ايه الموضوع المهم اللي انت عايزاني فيه؟ والله يا باسم باشا، انا يعني الاول عايز اشكرك اللي انت جيت. انا كنت عايزاك في موضوع شخصي. طيب ليه ما اتكلمناش في الموضوع الشخصي ده مع الناس؟ ليه هنا؟ لان هو موضوع خطير، ما يستحملش اللي احنا نتكلم فيه قدام الناس، وبعدين انت الوحيد اللي حسيت بيه. انت خدت بالك ان انا حسيت بيه؟ ايوه طبعا يا استاذ، الناس اللي قلبها كبير هي اللي بتحس ببعض. يا انت زي ما تكوني بالظبط زحت جبل من على صدري يا عتاب. اصل المشكله دي عندي من وانا صغير، ابقى في حاجه حاسس بيها بس ما بعرفش اداريها، يعني رغم اني كتوم بس مفضوح في نفس الوقت. بس ممكن افهم بقى يعني ليه خدتي وقت طويل عقبال ما تتكلمي؟ اصل خير البر عاجله. لا ده عكس اللي انا بقوله، انا بقولك ليه خدتي وقت طويل. ما انا بقول لك اهون، خير البر عاجله، وبعدين كده ولا كده هون الناس كانت هتتكلم. الناس تتكلم ليه؟ احنا ما بنعملش حاجه غلط، وبعدين اللي غيران منا يقلدنا. انا مش قصدي، يعني انا قصدي ان الناس خلاص هينفجروا. معلش يا عتاب، ايه علاقه الناس بموضوعنا؟ هو ايه اللي موضوعنا؟ موضوعنا يعني احساسك واحساسي، احساسنا. هو انا بتكلم على احساسي واحساسك؟ امال بنتكلم على ايه؟ انا بتكلم على احساسنا بالصينيين. صينيين مين؟ الناس اللي مزلولين على بقة الميه. مزلولين على ايه؟ بقة الميه. بس بقى ايه بقة الميه دي؟ اسمها بق ميه. لا يا استاذ، بقة الميه اللي هي اصغر من بق الميه. شوف الذل، واضح ان انا ما كنتش احب الحال المايل، والدليل على كده هو ان اللي انا اتقهرت عليهم. يا استاذ دي ميه، الميه دي يعني اللي هي الف ب ته الحياه. الف ب بس؟ لا يا استاذ، الف ب الهواء اللي بنتنفسه، ته هي الميه، وس الاكل، وجيم وحا وخال والحاجات التانيه. لا جيم وحا وخا والحاجات التانيه دي اللي هي الحاجات اللي الترفيهيه، اللي هي مثلا تقضي حاجتك والجواز. الجواز وتقضي حاجتك مع بعض؟ مش كلها غرائز؟ غرائز؟ طب بمناسبة قضاء الحاجة، يعني في حاجة على دماغي. حشرة؟ لا مش حشرة، حاجة يعني. ايه؟ هو امسحها لك. ايه ده؟ ده شعرك؟ ايوه يا استاذ شعري. ايه بقى القصة الغريبة اللي انت عاملاها دي؟ عاملة في التسريح. جات لك منين يعني التسريحة دي؟ دي تسريحة ثمرة الاناناس، انا اقتبستها من الطبيعة. قصدك ثمرة القلقاس؟ لا الاناناس. قلقاس؟ يا استاذ ما تنرفزنيش، ما تسخرش مني. خلاص الناس، ما علينا ما علينا بالثمرة. ايه هل بقى بالنسبة لموضوع السنين عندك حل ولا انت بتفضفضي وخلاص؟ عندي حل يا استاذ. احنا الوقت هنروح عند البير من ورا الجماعة ونردمه.
هنردمه وبعدين احنا نشرب ازاي؟ ما عشان محدش يشرب خالص بقى فما يبقاش في مشكله. دول يقولوا اشمعنى دول واشمعنى دول. بقول لك ايه يا باسم باشا، انا اكره ما على قلب الغباء. انا غبي يعني؟ اه انا اسف، انا ما احبش الغباء. انا اسف بجد. هنروح عند البير من ورا الجماعه، هناخد الميه هنديها للصينيين. فوتو ستوب. فوتو ايه؟ فوتو ستوب يعني نقطه من اول السطر. يعني انت عايزه تعملي زي روبن هود؟ ملك روبن هود اللص الشريف اللي هو بيسرق من الاغنياء وبيدي للفقراء مثلا. بس ده موضوع مش سهل يا عتاب، يعني سيبيني انا تكتك للموضوع دوت واقول لك نعمل ايه بالظبط. يا استاذ الموضوع مش محتاج تكاتيك، اتفضل معايا وانا اوري لك هنعمل ايه. مش تمام، بس سؤال معلش يا انس عتاب، يعني ليه اخترتيني انا تحديدا دونا عن الناس كلها وتقولي لي الموضوع دوت؟ ها؟ عايز تعرف؟ لا انا عارف بس يعني عايز اسمع منك. ماشي انا هقول لك. الصراحه انا قعدت مع نفسي كده هو فكرت في كل الرجاله اللي معانا في الرحله المهببه دي، قلت الاستاذ ايمن لو خدته معايا خفت الصراحه، يعني خفت اللي انا اروح معاه في حته لوحدينا يعني. ومعاه ستات كتير اصلا. اه الاستاذ عربي هيقعد يتفلحص بقى ويقول لي المقدار والميه وابصريه وما ادري ايه. هو متجوز اصلا؟ اه ما انا قلت اسيبه جنب عروسته. الاستاذ فرج اتحدث ولا حرج، انت عارف يعني اللي هو مجنون يعني ودماغه خفيفه. ما تبقاش قصادي الا انت والمدام نانا، فقلت انت اولى على راي المثل، كلت عجه كلت بيض ما فرقش زيد من عباد. لا هو المثل ما فرقش زيد عن نطاط الحيط. باسم باشا جاي ولا الدور الجاي؟ لا جاي طبعا. اتفضلي اتفضلي. يا خساره. ايه ده يا ربي ماني كان؟ بليز النمر الاسيوي ده التايجر الجامد ده مرتبط يعني ولا فري؟ خدي ودي معايا في الكلام بالاحساس حتى كده. يو يو وريني ايدك دبله. يو يس اور نو؟ نو نو يا الف نهار ابيض مكتوبالي انتي مكتوبالي. انت جنس مليتك ايه؟ امشي يا بت امشي، غوري كانتك داهيه فيك وفي اللي مشغلك. انا مش فاهم بس العصبيه دي ليه؟ بطلي بقى طولت اللسان دي. انت جنس مليتك ايه؟ انت مالك مال اهلك اذا كانت مخطوبه ولا مش مخطوبه؟ لا انا عديت المرحله دي من زمان، انا دلوقتي في مرحله التركيز يا ستي، بدور على الدبله بتاعتي ضاعت مني ضاعت. يا الدبله اللي ضايعه منك من 5 سنين بتدور عليها دلوقتي وهنا. 5 سنين انا متجوزك بقالي 5 سنين. يا ده الزمن بيعدي هف كده لحظه. معلش هعمل ايه؟ بدور عليها يعني جايزه تطرت كده ولا كده ولا كده يعني. حقيقي يا ايمن انت مريض وصعبان عليا جدا. انا عايز اقولك على حاجه، لولاش بس البنت اللي في بطني دي انا كان زماني خلعاك ومجرساك ومش هحطك ورايا في المحاكم. لو راحتك في الخلع اخلعيني اخلعيني. انا مستحملك بس ومستحمل عصبيتك عشان انت حامل، اكيد اللي في بطنك دي هتطلع مجنونه زيك. عشان انا حامل انا عصبيه، انما انت اخلاقك الفظيعه المؤدبه جدا مش مخلياني عصبيه. جاتك القرف. خش نامي خش نامي. ويت 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 ويت. بصي بقى هاتي من الاخر كده وريني ايدك. ايدك دي كده ايدك فاضيه يعني؟ ايمن انت ما شفتيش الدبله؟ الدبله بتاعتي ما شفتيش الدبله؟ دوري على الدبله هنا كده. الدبله الدبله روحي يا شيخه ربنا ينتقم منك. حطي ايده يا على بيريه واللي عايز يشرب احنا نقول له لا لا لا. طب حطي ايده يا على بيريه اللي عايز يشرب احنا نقول له لا لا لا. بيقول لي هاتي مية انا عايز اشرب شوية، الواد فاكر هتكيه ادي له ولا ادي له ولا يا سلام يا واد يا محص عليك يا سلام. تتقدم في سفوي سالي يا خسرتك في الغابي يا خسرتك. شوف يا بلسم باشا انا الوقت عندها الواد محص هشغله، وانت بقى بخفي كده تروح تملى الازايز. هتشغلي ازاي؟ مالكش دعوه شغلتي، المهم انت بس ايه تبقى خفيف خفيف. مفيش دعوه بقى دي شغلتي، ده انا مسميني في الفرقه الرجل النمله. اشمعنى النمل؟ محدش بيحس بيا. ماشي يلا اتكل على الله. واد يا محمد ايه؟ تعالى هنا هون يا ولد. ايه دي؟ ست عناب ايه اللي جابك هنا؟ هسألك سؤال جاوب بسرعه. ايوه بتحب البنت جاسمين؟ دي هدي وانا باين عليا قوي كده؟ باين والله يا ست عناب بلبس لها افخم حاجه، بس انا مش عايز اخش في قصه جديده عشان انا انجرحت قبل كده ومحدش بينجرح قوي.
غير لما اتفرج على الكبير قوي. اهدي اثبت محلك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا يملا ميه رد علي. بقول لك ايه يا واد يا محس، لو فتحت بقك بكلمه تروح تقول لهم ان عتاب وبلسم جم هنا هون عشان يملوا الازايز ادوها للناس الصينيين، هعمل معاك الصح. بس يخرب بيتك فضحتينا. ايه اللي بتقوليه ده؟ ما كانش ممكن يستنتج اي حاجه على فكره، كنا ممكن نقول له اي حاجه تانية. كنا ممكن نقول له مثلا ان احنا قرينا على النت ان الميه هتقطع في فيصل والغابه من الساعه 12 للساعه 3، وكتاب الله هتقطع. شفتي؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك يا رجل النمله. ان انا اول مره في حياتي اخويا اسمع دبه النمله. انت وقعت زي الدهول. دهول باين قوي زي الشمس اللي احنا جايين نملى الميه عشان نديها للناس الصينيين. انت مفكر ان احنا كنا جايين نعمل ايه؟ يعني كنت مفكر ان انتوا جايين تشربوا عادي، لكن بقى عمرك ما توقعت ان احنا جايين نملى ميه علشان نديها للصينيين. اهي دي مفاجاه بالنسبه لي. واد يا محس اشتري نفسك، الراجل ده ظابط وممكن يوديك في داهيه. ايوه صحيح انا ظابط وممكن اوديك في داهيه وبهدل. خد يا ابني ما تجريش تعلم. ايوه ماشي. اثبت انت مسجل يد ولا اكشف عليك؟ طب وليه يا باشا نروح وناجي وكمبيوتر وفرهده؟ شوف يا مرهم باشا. بلسم باشا، ايه الغريب في اسمك؟ شوف يا بلسم باشا ومقام سيدي الهليلي ما افتح بقى الكلمه تعجبني. تقفل بقك ابسطك، تفتح بقك ابهدلك. حاضر يا باشا. اسمك ايه؟ محس عبد الجليل عبتواب. فحص ايه؟ عبد الجليل عبتواب الاول ولا انت بتحور؟ ها بطاقتك. ما انا مش معايا بطاقه، بس معايا كارنيه مركز شباب بسطامية. وبتلعب ايه بقى في مركز شباب كشمير ده؟ رأس ايقاع على الجليد. تزحلق على الجليد؟ ايوه باشا. برافو برافو. على فكره انا ليا حبايبي في مول مصر، ممكن اشغلك هناك. وكتاب الله. اصل البطريقه اعتذر عشان طلب فلوس كتيره، فانت اولى. والله يا باشا ليك الحلاوه. طيب ممكن نشوف حاجه كده من على الجليد دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. عينينا يا باشا. بس لمؤاخذه يعني معانا بالمزيكي؟ معاك بالمزيكي. يلا واحد اتنين هوبا. بس يا باشا كفايه عشان صوتي مجروح مش قادر. هايل هايل يا فحص، برافو عليك. الله يخليك يا باشا. طب تسمع حاجه كده غنوه سريع؟ لا هو مفيش في المول غيرك بقى ولا ايه؟ طب نقول شعر. معلش عشان لسه هنروح نجيب لبس. ماشي يا باشا. يلا لم بقى الازايز كده اهوت وملقنا وهتنى على السينما. عينينا يا باشا. طب مش محتاج قهوه ولا حاجه؟ تشربي حاجه؟ عايز فشار. هات لنا فشار. بالجبنه ولا بالكراميل ليه؟ واحد بالجبنه واحد بالعجوه. عينينا يا باشا. شكرا. انا بعد كده مش هعتمد عليكي في اي حاجه. يلا يا نم.